سيارات كلاسيكية مشاركة في رالي الألف ميل الأسطوري عبر مدن إيطاليا. المزيد عن هذا الموضوع في حلقة اليوم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مجلة يوروماكس، حيث نتابع دائما جديد الحياة والمجتمع في أوروبا وأسلوب الحياة بكافة أشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية. وسنبدأ بلمحة سريعة عن مواضيع اليوم. معرض في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يغير نظرتنا للطعام. وجولة في عاصمة الثقافة الأوروبية بلوفديف. تقرع أجراس الكنائس كثيراً في شهر مايو، يعود ذلك إلى أن شهر مايو هو وقت شائع للزواج هنا في أوروبا، فالأجواء ربيعية ومثالية. لهذا السبب بدأنا سلسلتنا الجديدة هكذا تتزوج أوروبا، والتي سيتابع فيها فريق يوروماكس العديد من الأزواج في أوروبا في أهم يوم في حياتهم. وسنبدأ اليوم من إيرلندا التي أصبح بإمكان المثليين الزواج فيها منذ استفتاء عام 2015. وسنلتقي وين من إيرلندا وشريكه البرازيلي هيتور لنتابع تحضيراتهما وما هي العقبات التي واجهتهما في اللحظات الأخيرة. جمهورية أيرلندا في مكان غير بعيد عن العاصمة دبلن. مندوب يوروماكس أندرياس كون يرغب في لقاء العروسين، لكنهما أخبره هاتفياً بأن بدلتي الزفاف لكل من وين وهيتر لن تكون جاهزتين في موعد حفل الزفاف. هناك أرى ألواناً مشابهة لما كنا عازمين على ارتدائه. ما المناسبة؟ حفل زفاف. هذا الحفل سيكون هذا الأحد. عليهما العثور بسرعة على بدلتين مناسبتين، إذ لا وقت لإدخال تغييرات كبيرة، فموعد حفل الزفاف قريب جداً. يبدوان في غاية الأناقة. نعم، تمنيت أن أقودك إلى مذبح الكنيسة. في داخل المنزل الكائن في إدنبري، وفر الخطيبان مكاناً للتدرب على رقصة حفل الزفاف. هذا العرس يعني لي كل شيء، لأن وين إنسان مميز، كما أن زواج المرء من الإنسان الذي يحبه حدث مميز بلا شك. لكن يا إلهي، مجرد تمكننا من الزواج هو فعلا إنجاز. أقر قانون الزواج للجميع في البلد الكاثوليكي عام 2015 عبر استفتاء عام، لكن إقامة مراسم الزواج في الكنيسة لا تزال غير ممكنة. في قرية كابوكوين يلتقي أندرياس بلين غلاسكو المشرفة على مراسم عقد الزواج، وهي تريه إحدى عادات الزواج الأيرلندية التقليدية. تشابك يدي العروسين يعني قطع عهد الوفاء في الزواج. الأشرطة هذه ب13 لوناً، وكل لون منها يرمز لشيء محدد. الشريط الأخضر مثلاً يرمز للصحة الجسدية والأمان المالي. ستقام مراسم الزفاف في هذه المزرعة التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن 13. والآن تمت كل التحضيرات. من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً هنا
للمشاركة في حفل زفاف كل من هيتر ووين. إنهما يحتفلان اليوم بحبهما بمباركة أحب الناس إليهما. أرجو من عائلتي العروسين وكل الحضور تدفئة خاتمي العرس باليدين عبر تمريرهما إلى الضيف المجاور. قبل أن يتبادل العروسان وضع الخاتمين في إصبع كل منهما يرددان عهد الوفاء في الزواج. اليوم أقسم على أن أحبك وأقدرك وأحترمك وأدعمك كأفضل صديق لك، واعتباراً من اليوم كزوجك أحبك وسأظل دائماً أحبك. هيتر، لقد تجاوزنا أوقات صعبة معاً، لكن الأهم هو أننا تجاوزناها معاً لننشئ بيتاً لنا يسوده الفرح والمرح، لنكن شريكين وصديقين وعاشقين هذا اليوم ودائماً. حان وقت وضع الخاتمين. بعد تبادل وضع الخاتمين يأتي تشابك اليدين الأيرلندي التقليدي. بما أن هذه الأربطة معقودة سترتبط حياتكما معاً. وين وهيتر يحتفلان بحضور 200 ضيف من الأهل والأصدقاء لحفل زواج بطابع أيرلندي برازيلي. والآن حان وقت رقصة الزفاف التي يبدأ بها العروسان حياتهما الجديدة. آداب تناول الطعام مرتبطة بالسلوك الإنساني والذوق العام، وهي عادة ما تعبر عن تطبع الإنسان مع المجتمع والحضارة. معرض الطعام في صالة متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يقدم 70 مشروعاً فنياً. أعمال فنية لا تسعى في المقام الأول لفتح شهيتنا للطعام، بل تدعو للتفكير فيه من وجهة نظر لم نعتاد عليها من قبل. فلنتابع. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. الأكل صار أكثر من مجرد إشباع الجوع، والمذاق والاستمتاع به لا يقلان أهمية عن طريقة تناوله والاستغناء عن بعضه. ماذا نأكل وكيف؟ عنصران يحددان مكاننا في المجتمع، وهناك الكثير من القواعد والبروتوكولات والمبادئ، ولتجربتها كلها سيحتاج المرء إلى 7 حيوات على الأقل. في هذا المعرض يلقي الثنائي الفني القادم من فيينا باني وهاني الضوء على آداب المائدة من خلال فيديو بأسلوب المجموعة الكوميدية البريطانية مونتي بايتون، يتناولان طريقة استخدام السكين والشوكة في الاتحاد الأوروبي. نحن 500 مليون مواطن أوروبي، والكل يحاول تناول الطعام مثل ملكة بريطانيا. القواعد الثقافية تحدد حياتنا وتسيطر عليها فعلاً. الرسالة من خلال عملنا هي جعل الثقافة والنظرة إليها أمراً نسبياً. دعوة للتفكير في الأكل بطريقة مختلفة، فمعرض الطعام في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يجبر الزائرين على إعادة التفكير في الاستهلاك المدمر للذات والنهم الجامح للحوم والعولمة الاستغلالية، فكلها أمور قد تقلل من استمتاعه بالأكل. أيقونات معرض الطعام ليست قطعة فنية ولا يمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد داخل المعرض. الأمر يتعلق هنا بجانبه العابر للحدود، أي بالعلم والثقافة والاقتصاد وعلم النفس. لبعض الأشياء تأثير لافت، فتعبيرات الوجه المعقدة لهذه الأبقار قد تولد الشعور بالذنب عند محبي اللحوم. كما يجب التمعن في الدجاج، فمسحوق بقايا عظامها يمكن أن تصنع منه منتجات خزفية أكثر روعة.
كمية أقل من اللحوم، هذا ما تسعى الفنانة الهولندية كارولين نيبلينغ لنشره، فهي تغري بشكل مبدع محبي اللحوم بهذه النقانق من المرتديلا. يمكن استخدام أنواع مختلفة من الخضروات وتقليل كمية اللحوم، لأن البعض يحتاج إلى اللحم. أو هذه الأكلة المبتكرة من الكبد والتوت، ونرى بوضوح احتوائها على كمية أقل من اللحوم بنسبة 25%، وإن قللنا من نسبتها بهذا الشكل فذلك أهم بكثير من تربية اللحوم في المختبر. لكن هذا الفطر المحاري نباتي بالكامل، لقد نبت فوق بقايا القهوة التي يتركها سنوياً زوار المتحف في الحانة التابعة له، المرء يستطيع أخذ الوصفة معه. هي بكل تأكيد لا تسد الرمق، لكنها طريقة ذكية للحصول على وجبات خفيفة في مختبر الأكل. يمكن للجميع اختيار المكونات وفقاً لطريقة الطهي أو الجوانب البيئية، ثم يحصل على الأكلة الشهية. يدعو منسقو المعرض في متحف فيكتوريا وألبرت الزائرين إلى التفكير في عادات الأكل اليومية لفهم الدورة الأبدية. هنا مآل كل ما نأكله، ليبقى معرض الطعام حافزاً للتفكير بأكثر من إثارة الشهية. والآن إلى ثاني أكبر المدن في بلغاريا، مدينة بلوفديف، والتي تم اختيارها عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2019، وتتشارك هذا اللقب مع جزيرة ماتيرا. بلوفديف قد تكون وجهة سياحية أقل شهرة إلى حد ما، ولكنها واحدة من أقدم مدن أوروبا، وتحتفظ المدينة بتاريخ عريق حيث احتلت من قبل إمبراطوريات مختلفة، وكل منها ترك أثرا ثقافيا أو معماريا لا يزال قائما حتى اليوم. التقينا بمالكة صالة عرض وأخذتنا في جولة في هذه المدينة التاريخية العريقة. مدينة بلوفديف هي ثاني أكبر مدينة في بلغاريا، وهي ذات تاريخ حافل ومزيج ثقافي، وهذا ما يعبر عنه شعار عاصمة الثقافة الأوروبية هذا العام. معا مالكة صالة عرض الفنون فيزيلينا ساريفا تأخذنا في جولة لمشاهدة مدينتها. تعيش في بلوفديف أقليات عديدة كالأتراك واليهود والأرمن والشعب الروما، إلى جانب البلغار بالطبع. كلهم فخورون بالمسرح الروماني الذي يبلغ عمره نحو 2000 عام، وبفعاليته الثقافية التي تقام طيلة فصل الصيف. المزيد من التاريخ موجود في متحف الآثار، الكنز الشهير للطراقيين. يقع رواق الفنون الوطني في وسط المدينة، ولقد أسهمت فيزيلينا ساريفا في وضع فكرة معرض ليستن تو أس في إطار فعاليات المدينة كعاصمة للثقافة الأوروبية. فن معاصر من دول البلقان في جنوب شرق أوروبا، قضايا اجتماعية والماضي الشيوعي أيضاً، ووضع المرأة من مواضيع المعرض. الجولة تأخذنا عبر البلدة القديمة المرممة في بلوفديف. يجب الحذر هنا أثناء المشي. الأزقة ضيقة لكنها عريضة بما يكفي لمرور دابتين تحملان الأثقال كما كانت الحال في الماضي. غالبية المنازل شيدت في القرن 19، كما هي حال هذه الفيلا الجميلة التي تعد واحدة من أروع آثار البلدة القديمة. هذا هو متحف الأعراق البشرية في بلوفديف، وهو أحد المتاحف التي تشارك في فعالية ليلة المتاحف. هذا المبنى هو المثال الأبرز لحقبة الباروك في بلوفديف. يتيح ارتفاع بسيط أجمل إطلالة على المدينة، إنها إحدى أقدم المدن الأوروبية.
أعشق هذا المكان. آتي أحياناً إلى هنا للقراءة. يمنحني تل نيبت تيبي طاقة من نوع خاص. يمكن للمرء استحضار التاريخ الممتد لأربعة آلاف عام. إنها الأقدم في بلوفديف. كما أن هناك حضوراً قوياً للجيل الشاب هنا. يلتقي المشهد الثقافي الحالي في مقهى آرت نيوز في وسط المدينة. أسست بيسيلينا وأمها المقهى وصالة عرض الفنون المجاورة التي صارت مع مرور الوقت نقطة جذب لجامع الأعمال الفنية. نترك مالكة صالة عرض الفنون ونتجه إلى كابانا. الحي السكني الثقافي يقع شمال بلوفيتيف. إنه مكان مثالي للمبدعين ولفناني الشوارع أيضاً. لدى بلوفديف الكثير لتقدمه هذا العام. إنها تنظم فعاليات ثقافية تعكس شعار المدينة عاصمة الثقافة الأوروبية وهو معاً. سيارات كلاسيكية ومشاهد إيطاليا الساحرة برال واحد، رالي ميل ميليا، والذي يعني رالي الألف ميل، هو أكبر حدث سيارات من نوعه يسمح فيه فقط للسيارات التي كانت موجودة في سباقات السرعة بين عامي 1927 و1957 بالمشاركة. الرالي سينطلق من ميدان بريشيا وصولا إلى روما ذهبا وإيابا، وسيقطع المشاركون 1600 كيلومتر. رافقنا سيدتين جميلتين كانتا على استعداد لمواجهة التحدي. رالي ميلي ميليا قبلة عشاق السيارات القديمة. تنطلق إشارة البدء في بريشا شمالي إيطاليا، ومسار السباق يمتد من هنا إلى روما ثم العودة. من بين المشاركين أيضاً إيلين لوغ وسوفيا فلوغش بسيارة مرسيدس 300 SL من عام 1957. لقد وصلنا إلى النهاية، حظاً سعيداً. نعم، بالتوفيق. سباق السيارات هو مهنتهما الرئيسية، لكنهما تشاركان للمرة الأولى بالسيارة العتيقة. أربعة أيام عبر إيطاليا. عمري 18 عاماً، أشارك في ميلي ميليا ضمن فريق مرسيدس. إنه شرف لي، هناك أجيال من المتسابقات قدنا هذه السيارة قبل جيلين. كنت متسابقة محترفة في رياضة السيارات. إنه تحدي حقيقي لنا. قيادة سيارة رائعة غالية في مثل هذا العمر أمر رائع. شرف كبير. إيلين لور واحدة من أنجح المتسابقات في أوروبا. أما النجمة صوفيا فلوغش فقد نجت بأعجوبة العام الماضي في حادث مأساوي في ماكاو، وتحلم بالالتحاق بسباقات الفورمولا واحد. وفي رالي ميلي ميليا تصر على القيادة بنفسها. سألتها هل يجب أن أقود السيارة؟ فقالت لي إيلين عمري 18 عاماً ويجوز لي القيادة، ما رأيك؟ من حينها وأنا أجلس بجانبها، لكنني تذكرت أنني كنت مثلها. يجب على إيلين لور العثور على المسار الصحيح الذي وضعه المنظمون في دليل السباق، كما يجب الحفاظ على متوسط السرعة، والأهم هو الوصول إلى خط النهاية والسيارة العتيقة سليمة. لا ننسى أنها سيارة من عام 57، يمكنك السير على الثالث. في مرحلة ما احتاجتا لمدة تصل إلى 14 ساعة ودائما بتركيز كبير، فبغفوة صغيرة قد تضلان الطريق.
كنا نسير بسرعة، انطلقنا بشكل جماعي، وبعدها صرنا في صف من 6 سيارات مرسيدس من نوع SL300. كانت تجربة رائعة، كان الأمر مسلياً وكنا في الصدارة. ميلي ميليا مهرجان شعبي للإيطاليين. تلاميذ المدارس يمنحون عطلة خاصة للتلويح للسيارات في هذا الرالي الذي يقام منذ عام 1927. في الماضي كان الرجال فقط من يقود السيارات، وفي السنوات الأخيرة اقتحمت أولى فرق النساء هذا العالم. النساء يقودن أفضل من الرجال، فنحن نريد الشعور بالقوة الكاملة للمحرك. أود أيضاً قيادة مثل هذه السيارة فوراً. القيادة عبر إيميليا رومانيا وأمبريا وتوسكانا تجربة رائعة لكل الحواس. السائقة إيلين لور ذات الخبرة الكبيرة تشارك للمرة الرابعة في رالي ميلي ميليا، وتعترف بأن زميلتها الشابة صوفيا تتقدم عليها بفارق كبير في نقطة محددة. تعلمت من صوفيا أنه يمكن القيادة بتركيز عال وفي نفس الوقت الاستمرار في استخدام إنستغرام. تحاول صوفيا فلوش إثارة إعجاب النساء الأخريات برياضة سباق السيارات حتى يزداد عدد الفرق النسائية المشاركة في الأعوام المقبلة. برلين مدينة التنوع الثقافي، إذ يقطن فيها أشخاص من أكثر من 190 دولة. دويتش فيلي تعرض نشاط 50 منهم في كتاب جديد بعنوان كوكب برلين. البعض منهم يروي ليوروماكس طريقهم إلى برلين كأورين درور الذي يملك مخبزا في العاصمة الألمانية. يعيش أورندور في برلين منذ عام 2001. المخبوزات المملحة عشقه الكبير، كل شيء بدأ مصادفة. كان يعمل في برلين كبائع متجول للمخبوزات المملحة، وتجربته الناجحة هذه دفعته إلى تأسيس نشاط خاص به. هذا الإسرائيلي كان يعرف دائماً أنه يريد العمل في مجال المطاعم، لكن فتح متجر خاص به في ألمانيا كان أهم قرار في حياته. لم يكن الشعور سيكون نفسه لو فعلت ذلك في تل أبيب، لأنني قمت بذلك في بلد أجنبي وبلغة أجنبية. لن تكون هناك خصوصية لو فتحته في إسرائيل، لن يكون هناك نفس السحر كما هو الأمر في برلين. ولد أورندور في تل أبيب، أبوه من أصل يمني وأمه ذات جذور ألمانية. في عام 2000 وصل مصادفة إلى برلين وهو في طريقه إلى أمستردام. كان عمره 21 عاماً، وأول ما قام به هو تعلم اللغة. في ذلك الوقت لم أكن أعرف أنني سأبقى هنا لفترة طويلة، والآن صار لي هنا 19 عاماً. كنت أخطط لقضاء بضعة أشهر فقط وتعلم اللغة الألمانية وللتعرف على الناس أيضاً. النصب التذكاري للهولوكوست في برلين. الكثير من أفراد عائلته قتلوا في الهولوكوست. عندما قرر البقاء في برلين كان من المهم أخذ رأي جده. هذا اليهودي من هامبورغ فر إلى شنغهاي مع والدته عام 1941، وفي وقت لاحق هاجر إلى إسرائيل. وعندما قرر البقاء في برلين ترك لجده القرار. رحب جدي بالفكرة وقال لي: أنا سعيد لأنك ستذهب إلى ألمانيا وأنك أول واحد من ذريتي يذهب إلى بلد الأصل ويتحدث لغة الأم. افعل ذلك. كنيس يهودي في حي كويتسبيرغ يقصده أورندور عندما يبحث عن القرب من وطنه الأم إسرائيل، رغم أنه يحب العيش في برلين، لكنه يحن أحياناً لعائلته البعيدة.
البعد أحدث توترا في قلبي. رغم ذلك لن أعود إلى إسرائيل على الأقل بشكل دائم حتى لو افتقدت الناس. أنا أعلم أنني لو عدت إلى إسرائيل بالتأكيد سأفتقد برلين كثيرا. كما أنه ليس هناك سبب للمغادرة، فهذا الإسرائيلي يشعر في برلين وكأنه في وطنه. أنا أحب برلين، برلين في قلبي أيضاً. ما يميز برلين هو الإمكانات المتاحة لي هنا لأفتح أجنحتي وأحلق بها. أورين دور، برليني من إسرائيل. جميعنا يعشق برلين، وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، والتي أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. لكم مني سارة الحمد ومن فريق العمل أجمل التحيات. كونوا على الموعد في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.